عزيزي ما تبين شيء جديد في الوقت الحاضر أو سابقا. إذا أكو تغير سابقا، يعني أكو تغير، يعني فالمفروض يصير تغير. يعني الآن أنا لو كنت الشيخ اليعقوبي وأستاذي قال عني بأن أنا مو مجتهد، زين، وبعدين أنا صار عندي علم وأعتقد أنه صرت مجتهد، شو أسوي؟ أروح لنفس أستاذي وأروح أتناقش وياه وأتباحث وياه حتى يعلم، يصير عنده علم بأن أنا مو مجتهد، أنا بأن صرت مجتهد، ثم بعد ذلك يصدر فتوى، أو لا مو يصدر فتوى، حتى لو يقول يعني ترى فلان الفلاني أنا كنت سألت عنه في سنة كذا وقلت عنه ليس بمجتهد. الآن هو بلغ هذه المرتبة، هسه يكتبها كتابة، يقولها مقولة، لا فرق بذلك. فأنا لو كنت من الشيخ اليعقوبي أروح إلى أستاذي اللي هو طبعا كان وكيله، الشيخ اليعقوبي كان وكيل الشيخ الفياض، ويقول له أنا أريد أن أتباحث معك لأثبت كوني مجتهد، لأن أنتم سابقا ذكرتوا بأن أنا مو مجتهد، ثم بعد ذلك الشيخ الفياض إن شاء الله يغير فتواه. عزيزي، من يحدد اجتهاد الشخص لابد من الرجوع إلى أهل الخبرة، إما يكون الإنسان عنده قدرة على التشخيص، يعني تقدر أنت تباحثه، تقدر تتناقشه وتعرفه، هذا طبعا للعلماء، أو تروح تسأل يابا أنا أريد أن أسأل عن شخص فلان، هذا مجتهد لو مو مجتهد. وكون الإنسان مجتهد مو معناته يجوز يكون مرجع، خلي في بالك الاجتهاد واحد من 10 أو 11 شرط من شروط المرجعية، المرجعية ليست فقط الاجتهاد، الاجتهاد ومعه 10 شروط أخرى. لا عزيزي ما يصير، لأن هذا اجتهاد في قبال النص، تعدد الزوجات نص صريح في القرآن.